ما إن تلائم الفرصة هؤلاء حتى يهاجروا ويخرجوا من هذا البلد، لأن المستقبل حسب فكرنا حسب فكرهم هو مستقبل غامض، ودائما نسميه بالعامية اليوم أفضل من غدا، هذا هو الفكر السائد عند الأغلبية. ما يطالبون بشيء، يطالبون بالصلاة فقط من أجل أن الأوضاع اللي إحنا كلتنا نعيش بها وكل العراق يعيش بها يعيشها بالحقيقة تكون الأوضاع أفضل. إحنا نطلب ونطالب الحكومة أنه تسهل رجعتنا أو تحرر مناطقنا في سهل نينوى والموصل، وطرد الدواعش والإرهاب من مناطقنا المحتلة.